يختار حياة فام، يقرأ، يحلم، يفكر، يلعب ويبدع. الطفل الحياة فام هو القدوة، غدوة خير، أولادنا فخرة بلادنا. طفل الحياة فام، طفل الحياة فام، طفل يقرأ، طفل يبدع، طفل يلعب، طفل يتعلم، طفل يقود، طفل عالم. مستمعينا الكرام، صباح الخير، صباح الطفولة الجميلة، صباح المدرسة التونسية الراقية الرائدة، صباحنا صباح في العلم والمعرفة والجمال. صباح الخير الأولياء الكرام، معلمين الأفاضل، أبنائنا التلاميذ، براعم تونس الخضراء. معنا في الأستوديو في هذه الحلقة كالعادة الأستاذة سندس أسبوعي وفقرات متعددة. صباح الخير أستاذة سندس. صباح النور، صباح الخير الناس الكل. لحد 17 أبريل 2020 الموافق 16 رمضان 1443، صباح الحياة، أنتم في الاستماع إلى موجات الحياة على 93، ويتجدد معكم اللقاء في هذا الفضاء الإعلامي المخصص للقراءة وللإبداع ولأصداء المدارس، مدارسنا العزيزة التي دوما نقرأ فيها الخير ونتطلع منها الكثير والكثير من المطالعة ومن البراعم التي شغفها المطالعة. معنا اليوم أستاذة معلمة ستقدم لنا أصداء من مدرسة الخضراء بالقيرواء. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الخير، مرحبا مستمعينا الكرام. عايش أحوالك؟ لبس الحمد لله. لبس عليك ميسة سويدان، معلمة المدرسة الابتدائية، أستاذة المدرسة الابتدائية بالمدرسة الابتدائية الخضراء الرائعة، وهي خضراء. شي حوالك جماعة الكل؟ الحمد لله لبس علينا مزينك المدرسة كالعادة. وثم أنشطة؟ والله من الكوفيد تقصت شوية الأنشطة، كانت قبل تظاهرات وحفلات. قداش عندك أقدمية في المدرسة؟ 5 سنين. باهين، إي 5 باهين يا سيدي، أكيد راه ثم حكاية مزيانة، وأكيد راك عطيت لي إضافة تبارك الله، ولا برشا شباب غادي. شكون متفقد معاك مازال معاك؟ سي الخضراوية. السيد كنين الخضراوي، سي كنين الخضراوي، وجهي سي نور الدين الغادي. وسي نور الدين الغادي. تحية كبيرة. تحية كبيرة. بالطبيعة وكيف إطار التربية. وسلموا عليهم برشا. أي. اسمع. قدم لنا هيك المديرسة، كيف ترينها بعينيك وقلبك وكلمتك؟ يلا بينا. تعتبر مدرسة الخضراء مدرسة عريقة، فقد تأسست سنة 1959 وهي تقع بمعتمدية القيروان الجنوبية، حيث تبعد عن وسط المدينة حوالي 28 كيلومتر. يوجد بها 550 تلميذا وتلميذة موزعون على 19 قسما. أما من حيث البنية التحتية فتعد مدرسة الخضراء من المدارس الريفية، يبلغ عدد القاعات فيها 11 قاعة مجهزة بالوسائل الضرورية للتعلم، بالإضافة إلى وجود مطعم مدرسي يوفر أكلة جافة ل 230 تلميذا، هذا إلى جانب ملعب رياضي مساحته 1200 كيلومتر مربع. وإذا تحدثنا عن الإطار التربوي فيتكون من 25 معلم ومعلمة تحت إشراف السيد المدير ومساعده، يتعاونون جميعا من أجل تبليغ رسالتهم التربوية. ولا يجب أن ننسى ذكر المديرين الذين ساهموا في تأسيس هذه المدرسة، مثل السيد حسني المحمودي رحمه الله، السيد لامين الكارمي رحمه الله، السيد العيد الشينقي رحمه الله، السيد محمد علي السعيداني، السيد أنس الروماني، والمدير الحالي السيد محسن وشين. أما الملعب يظل 1200 متر مربع. مش... متر مربع. متر مربع. 1200 متر مربع. الملعب الرياضي بمدرسة الخضراء. عملت كونفيزيون بين 22 كيلومتر عقلين. أنا حبيت من خلالك والأستاذة سندس نسقت معك، كان المقترح الحق في بقعته، مدرسة الخضراء مدرسة تمثل المدارس الريفية. مثل المدارس الريفية. وتمثلها باعتبارها هي مدرسة ريفية، ولكن أيضا هي تمثلها لأنها مدرسة رائدة، عندها أنشطة، عندها تبارك الله مبادرات. وما وجودكم اليوم معنا ومع الصغيرات في الأستوديو إلا دليل قطعي على كونه ثم قلب المعلم، قلب النابض القلب. حبيت أستاذة مترحم على صديقي حسني المحمودي الله يرحمه، وسلعي الشيخ الله يرحمه، وسلعي الشيخ الله يرحمه، وهما كانوا زوز أصدقاء. وقت كان سي حسني المحمودي مدير كان معاه سي العيدي الشامخي، معاه في المدرسة، ونظن الدار نتاع سي العيدي الشامخي مجاورة للمدرسة. وأذكر تلك الأفعال الجليلة التي أنجزوها. أنا ما عرفوش سي حسني، أما سي العيدي كان بمثابة الأب مش بمثابة المدير. كنت نشوف سي حسني الله يرحمه، أنا لا غالب محضرش. يتبارك الله على خويا المبادرات اللي عملها،
وانا زرتها وقت المدرسه عديد المرات في انشطه ثقافيه. سي محمد علي السعيداني يخدم برشا وتظاهرات يعملها ياسر التظاهرات ينشط برشا سي محمد علي السعيداني. والتو سي محمد علي السعيداني كي نحب نقضوا في عمل خيري نكلموا معناها وما يكونش يزورك ميجيك من مصر ولا اي ساعات كيف تستدعوه في مناسبه يجي كي نطلب منه اي طلب كان يلبي الطلب وكان يجي وكان وعنصر فاعل الى حد الان نحيوه الى حد الان نحيوه من هذا المبرق ونحيو كل المديرين اللي مروا بمدرسه الخضرة وفيها مطعم مدرسي مازال متذكر اي مازال فيها مطعم مدرسي اكله ساخنه ولا جافه اكله جافه علاش ما نرجعوش ساخنه مزيانه هيك المديرسه حلوه برشا والمحيط نتاعها المحيط طيب زاد والمحيط متعاون صحيح. تحدثنا شويه على الانشطه نتاعك. انا المطالعه هذه انشطتك انت المدرسه بصفه عامه شنو مدى اشعاعها على المحيط والحياه الثقافيه فيها شنو المدرسه فيها عديد النوادي فيها نادي المسرح نادي تربيه مروريه نادي المطالعه نادي الموسيقى اما الا غالب من 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 عليها من الجائحه تقاست جميع الانشطه قعد كل معلم يختصر في قسمه يقدم اللي نجم يقدمه معناها هاك المطالعه حل عاد المطالعه حل ولا اي مطالعه حل مهم ياسر المطالعه ديجا نشوفوا احنا ما شاء الله عندنا برشا يراقات اليوم مضيفين من مدرسه الخضرة عندنا صغيرات ان شاء الله باش يقدموا لنا اربع قصص تو كيف فاتحين الفقره نتاعهم نستقبلوهم بكل ود وبكل يرفق خاطر هما يراقات سنه اولى ابتدائي ما شاء الله سنه اولى ابتدائي شغوفين بالمطالعه اما انا نتوسم فيهم كل خير انت يا مستقبل شوف احلام تتوكل عليهم شكل اكل عيون البارقه والقلوب النابضه تتحس فيهم حلم اصل وركل على اولادي حلم ما احلاهم ربي يفضلهم سوف نرجعوا لما تشوفوا مع الاستاذ امنه بوخيت نسمعوا لله ما احلى الطفوله الحياه كيدز اولادنا فخره بلادنا فقره انا اقرا استاذ سونس نعم انا اقرا اليوم هي مخصصه لي يرقات صغيره تحلم ان تحلق باجنحه القصص والكلمات عيونها حالمه وقلوبها بحب المطالعه عارمه هكذا يحق لنا نحن ان نحيط بها بهذه البراعم المنبثقة من شرفات المدارس على بحر العلم والتعلم والاستفادة سعداء جدا باستقبال بكل رقة وبكل لطف التلميذة جادة التالبي صباح الخير جادة صباح الخير عسلامة بابا عسلامة يا جادة قول عسلامة قول عسلامة يا جادة عسلامة قد عمرك يا جادة ست سنوات فانا قسم تقرا ولا جيب ولا جيب شو اسمها ساتيك ميسا سبوتين هاي بي اليوم جبت لنا قصة نعم تتحب القصص نعم هاي بي شنو هي قصتك اليوم شنو عنوان معز والعصفور معز والعصفور هاي تحكينا شوية على القصة نعم هاي بي تفضل هاي معز طفل صغير يحب العصافير كثيرا وكانت في حديقتهم عصفور جميل المنظر حسن الصوت فنشأت بينهما صداقة وأصبح يرافق إلى باب المدرسة وطائرة يحط على كتفه وطائرة أخرى يحلق حوله ذات يوم نظر معز إلى صديق العصفور فرآه حزينا فسأله ما بك يا صديقي هل أنت جائع أم عطشان؟ رد العصفور أنا حزين يا معز لفراقك إن الطيور قررت الرحيل هربا مثل التلوث حزين معز حزنا شديدا قرر المحافظة على المحيط فإن خرط بجمعية أحباء البيت ودعا أصدقائه من مختلف المدارس المساعدة وبفضل ذلك عادت المدينة نظيفة وعاد العصفور إلى صديقه معز أحسنت يتبارك الله ما شاء الله ما شاء الله عليه ما شاء الله جيت أنت تحب الطيور نعم وعندك تحب الطيور في الأقفاص ولا في الطبيعة أنت في الطبيعة في مدرستكم عندكم برشا طيور
حول المدرسة. حول المدرسة إيه. هما طيور المدرسة. هما طيور المدرسة وعصافير المدرسة. عصافير المدرسة. نعم نمر إلى تلميذ معاذ. راهو هذا حبينا سيدي سندس نذكروا السادة المستمعين. راهو سنة أولى ابتدائي. نجم جاوب جيد نسألك سؤال. ومازال ما كملهاش. تفضل. لماذا تحب العصافير تحلق في الطبيعة وليس في الأقفاص؟ لأنها تزين الطبيعة. أحسنت لأنها تزين الطبيعة. بارك الله تفضل سمسي. عايشك معاذ صباح الخير. صباح الخير. قدمنا نفسك يا بابا. معاذ طالبي أخش من مدرسة الخضرة بالقراوين. فين قسم أنت معاذ؟ سنة أولى جيم. سنة أولى جيم زيدا. عندك قصة؟ نعم. هاي شنو عنوين هاي؟ صداقة جديدة. حكينا أنت صديقة جديدة للإذاعة اليوم راه في بالك؟ هاي بيه أحكينا القصة متاعك. ذات يوم خرج التلاميذ للراحة فاستلم أنيس بدرايد وسقط فبدأ أنيس بالبكاء حزينا رأى آدم وما حيث فذهب إلى درايد وطلب منه أن يطلب ألعابه من أنيس فأخذ درايد بنصيحة صديقي وذهب إلى أنيس وطلب منه العفو ومنذ تلك اللحظة نشأت بينهما صداقة جديدة. حسنت ملا صداقة معناها بديت بعركة وانتهت بصديقة. عندك برشا أصدقاء في القسم؟ نعم. شكون صديقك المفضل؟ جدو يوسف. جدو يوسف. كيف هي علاقتك بجدو يوسف؟ جيدة. جيدة بي. تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله. تقرأ برشا قصص انت؟ نعم. هي انت من اليوم عملت صديقة جديدة مع الإذاعة وتقرأنا برشا قصص وكل مرة تجيب تحكينا على قصة من القصص متاعك. نعم. نعم مرحبا بك يا صديقي. هاي تحب توجه تحية لمعلمتك؟ علاش كنت تسلم هاي؟ علاش كنت تسلم هاي؟ سلام على أنستي. سلام على أبي وأمي وجدي. الله الله يتبارك الله. جد ما شاء الله هو اللي هي بيوم ودجا هو اللي راح موجود كمان. يتبارك الله يسلم على أبوه وماما وجده ما شاء الله. جد وانت على شكون تسلم؟ سلم على أنستي وماما وبابا وجدي وجد. ما شاء الله. ونحن نسلم على أصدقائكم الكل اللي يقرأوا في الأولى جيم في مدرسة الخضرة جنوب القيروان. انا حبيت نسال جاد. جاد باش نسالك انت حدثنا على العصفور ولا ها؟ نعم. عدنا على العصفور. شنو هي العبره؟ اش استفدت انت؟ شنو هي العبره من القصه؟ شنو هي الحكمه؟ شنو هي الحاجه باهي في السلوك من خلال القصه هذه؟ يجب ان نحافظ على نظافه البيئه. نحافظ على نظافة البيئة باش تبقى العصافر حذينا ما تهربش ما تهجرش هكا ولا؟ نعم. إذا ثم خطر التلوث ما نلوثوش البيئة كي تبدأ عنا كيس البلاستيكية ملقاة حول المدرسة ولا أمام المنزل نلمدوها ونحطها معناها في سلة المهملات باش البلدية ربما تتصرف فيها تعرف كيف تتصرف فيها. كي تكون البيئة جميلة المحيط جميل ونظيف العصافر يبقى حذينا. أما إذا كان إحنا البشر نلوثوا البيئة راي الطيور تهاجرنا وتهربوا بعيدا هكا ولا؟ صحيح. نرجع للمعاذ هكا ولا؟ معاذ شنو هي العبرة من القصة اللي قريتها؟ يجب علينا أن نسخر من بعض. أحسنت يتبارك الله يتبارك الله على ولدي. يجب علينا أن لا نسخر من بعضنا. به نوجه له وين كي يغلط واحد في يغلط واحد في صاحبه يلزم نسامحوه ولا؟ نعم. خاطر ثم التسامح. نعم. ويجب أن نغفر ونتسامح إذا ما أخطأ واحد منا لا قدر الله. يتبارك الله عليك. ما الأستاذ أمنة باش تعطينا غنية مزيانة نخرجوا بها الأغنية هذه ونقول لكم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة ومحلاكم ومزينكم. يلا بينا فاصل ونعود. الحياة كيدز. الحياة كيدز. نعود إلى الفقرة الثانية من أنا أبدع مع تلميذين من المدرسة الابتدائية الخضرة بالقيروان الجنوبية. إذا أستاذ سندس قدمي لنا ضيفيك وماذا سيقرأني على المستمعين؟ نعم معنا ضيفين في هذه الحصة وهما امتداد للضيفين السابقين. معنا إسراء ومعنا يوسف الطالبي.
هذه العائلة الطالبة ظهر أنها شغوفة بالمطالعة. صباح الخير إسراء. صباح الخير. مرحبا بيك. نعم. قداش عمرك يا إسراء؟ 6 سنين. فيش تقرأ؟ في أولى جي. صحيح. عندك قصة اليوم؟ نعم. أي قدمنا القصة، شنو عنوانها ساعة؟ ما أجمل المدرسة. ما أجمل المدرسة ده. قدمنا القصة، ارفعي صوتك قليلا وقدمي القصة عيشك. في أول أيام الدراسة كان أحمد خائفا، فحملته أمه وشجعته لتهدئ من روعه. وفجأة شاهد جدارا جميلا وملونا فقال: أمي، أريد الدخول إلى هذا المكان. قالت الأم: هذه هي المدرسة. فقال أحمد: ما أجمل المدرسة. يا تبارك الله، ما حليها مزيانة المدرسة، عجبيته ها؟ نعم. صح، وانتي عجبيتها المدرسة؟ تحب مدرسة الخضراء؟ مزيانة المدرسة؟ قول نعم ولا لا؟ قول نعم. شنو مزيان فيها لله؟ شنو الحاجة اللي تعجبك في المدرسة؟ فيها تصور على الحيطة؟ نعم. سيفي لنا مدرسة الخضراء يا إسراء، سيفي لنا المدرسة. مدرستي جميلة وساحتها واسعة. يا تبارك الله، يا محليها يا محليها. إسراء، هل تذكرين أول يوم الدراسة؟ شكون هزك للمدرسة أول نهار؟ استقبلني أبي. شكون هزك؟ هزك بوك؟ رفقها أبوها. صحيح. وحبيتي أنت مدرستك أول نهار كمشيتها؟ نعم. وقسمك؟ نحب. تحبوا في برشة تساول القسمة؟ نعم. اي انت تشجع صغيرات اللي عم جيبش تدخل المدرسة باش يمشيوا فرحانين اول نهار ولا يمشيوا بكيف؟ لازم يمشيوا فرحانين. يمشيوا فرحانين. فرحانين. انت المدرسة جنة، المدرسة عسل، المدرسة فيها معلمين تبارك الله عليهم، المدرسة فيها الابتسامة، المدرسة فيها العصافير. احنا اول يوم دراسة نستقبلهم بكل حفاوة بالبالونات والحلوى. والله صح علي التلميذ يمشي يقرا، صح علي التلميذات يمشي ويقرا، مازالوا توا في التحضيري مش التحقوا بالمدرسة. ونقول لهم حضروا رواحكم عاد باش تستمتعوا بالجمال الطبيعة وبالكلمة الطيبة والاصدقاء الجدد وجو كبير. يلا نمشي الفقرة الثانية. في يوسف. صباح خير. صباح خير. سلامة باب. سلام. انت زاد سنة أولى؟ نعم. ما شاء الله، تظهر كبير أكبر من سنة أولى انت. كبير، قادر يقرأ. قراي قوي هو في القراي. عندك قصة اليوم؟ نعم. شنو هي القصة؟ شنو هي فكرة أحمد؟ هيعطينا. هذه قدم روحه، راح قدم روحك للمستمعين. أنا يوسف الطبي، سنة أولى جيم. بالمدرسة ابتدائية بالخضر. صحيح. بارك الله على ولدي. يلا سيدي قدم لنا القصة بابا. أحمد وأبوه في السوق. رأى أحمد عصافيرا محبوسة في أقفال، فأشفق عليها وظل يبحث عن حل لإنقاذها. خطرت لأحمد فكرة، فطلب من أبيه أن يشتري له لعبة في شكل عصفور يزقزق. استغرب الأب وسأله: لماذا يا ولد؟ أجاب أحمد: أريد أن أحرر العصافير من الأقفاص. يتبارك الله. أعجبت الفكرة الأب، فذهب إلى جمعية أحباء الطيور. نعم. مع أحمد. واقترح عليهم الفكرة ونفذوها. أيوة. اشتروا كثيرا من الألعاب. وقدموها على الأطفال. نعم. أحمد يقول: أطلق عصفورا وفز باللعبة. محليها الفكرة، روعة. أطلق عصفورا. وماذا مع بائع العصافير؟ ذهب أحمد إلى بائع العصافير وقدم له لعبة في شكل عصفور يزق، وقال له: هل أهديك لعبة تطلق صراحة هذا العصفور؟ ماذا قال البائع؟ قال البائع: أحسنت يا ولد، سأترك تجارة العصافير وأقبل على تجارة اللعبي. تستاهل تصفيقها من أمنا بها بالحقيقة، تستاهل تصفيقها. ملا فكرة. هذه تجارة مربحة وتجارة الفرح وتجارة الحياة. هذه للكاتبة رفيقة الشامخي. رفيقة الشامخي هي معلمة في المدرسة الابتدائية الأمل بالحمامات، هي أصلها قروية. أيوة. تخدم في الحمامات. حقيقة فكرة مزيانة برشا. نعم. يعني اللعبة
التي تزقزق وترفرف بجناحيها. يعني اي وضع عصفور في قفص، اطلق عصفورا وفوز بلعبة. حتى التاجر ترى في تجارة العصافير واخبر عن تجارة الوعاظ. بعدين كلمها المعلمة نعطيك رقمها، كلمها وتواصل معها، ثماش ما تزوركم هكا في المدرسة ولا على الاقل بالهاتف ولا بالسكايب تتحدث مع الصغيرات، خاطر فكرة مزيانة برشا ورائعة. العبرة توا اسهلوا لي يا أستاذة ميسر. ساعة يوسف، ما رأيك في تصرف أحمد؟ أعجبني تصرف. لماذا؟ لأنه لا يريد العصافير في الأقفاص. أحسنت. بارك الله. زيد اسهل لي ميسر على العبرة. إسراء، ما رأيك في تصرف الولد الذي كان يبكي؟ لأنه رأيك ساعة استحسين هذا التصرف أم تستنكرين هذا التصرف؟ استنكر هذا التصرف. يتبقى أن المدرسة ما بها؟ أنها المدرسة جميلة. وماذا أيضا؟ ومريحة. وماذا نفعل في المدرسة؟ نلعب ونقرأ ونغني وننشد ونرقص ونطالع. نعم يوسف. أستاذ أنا بالله لحظة. نعم تفضل. لاحظت معايا اللي صغيرات تفعلوا مع معلمتهم اكثر معايا انا وسندس. تواصل ما شاء الله ميمتهم هي اكثر من معلمها. ثم محبه، ثم محبه. تحب ستي شو اسمه يوسف تحب ستي؟ نعم برشا ولا شوي؟ برشا. وانت اسراء؟ نحبها اكثر من هي. اكثر من شنو؟ يتبارك الله. انا مش كنرجع للتعليم الابتدائي، فك عليا من ثانويين. ما شاء الله. إذا مستمعينا الكرام، إذا هذه هؤلاء هم أطفالنا، هم براعمنا، هم مستقبلنا، هم الشمس التي ننتظر شروقها عاليا في سماء تونس الجميلة. أنا أقرأ 4 قصص اقترحت علينا اليوم من 4 براعم من المدرسة الابتدائية الرائعة بأسرتها بمعلميها بمحيطها بتلاميذها ببيئتها، المدرسة الابتدائية الخضراء. تحية كبيرة كبيرة منا للمسألة الابتدائية الخضراء، لكل من مر بالمسألة الابتدائية الخضراء. تحية للخريجين، تحية للإطار الإشراف البيداغوجي في مدرسة الخضراء، السادة المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين، السادة المعلمين، العمل، الكتبة، المحيط. أستاذة ميسا بارك الله فيك على حضورك، وكان قدمت لنا مدرسة الخضراء، المدرسة المزيانة، وقدمت لنا عطينا عليها فكرة وجبتها صغيرات، وتبارك لها المحبة الكبيرة بيناتكم والمستوى الطيب. سنة أولى ابتدائي سيد سونس، برافو واختيار حقيقة وتنسيق رائع جدا. أما إذا كان نتاو باش نخرجوا في فاصل موسيقي، وإحنا ولكن ما تغادروش الإذاعة لأن حاجتنا بكم. بعداش نحبوا نتقابلوا بعضنا شوية، فاصل ثم نعود. الحياة كيدز. الحياة كيدز. طفل الحياة فام هو القدوة. طفل الحياة فام يقرأ يبدع، لكن شكون خلاه يقرأ؟ شكون خلاه يبدع؟ هو المعلم لا شك. في فقرة قف للمعلمين هذا الأسبوع، أستاذة سندس، لمن نقف اليوم ومن خلاله نقف لجميع المربين؟ نعم، اليوم قف للمعلم هي مخصصة بامتياز إلى مربي جليل وسيد فاضل، شخصية أعطت للأستاذ مقاييس جديدة، فنرى فيها 3 أبعاد متناسقة بدقة متناهية، فهو الأستاذ المتفاني في عمله، والمربي القريب من كل من حوله، والأب الرؤوف على عائلته. سعداء جدا اليوم باستقبال السيد الأستاذ الجليل خميس الفالح. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. مرحبا بك، شرفتنا يا سيدي. خموس يا خموس الغالي. عايشك بارك الله فيك. ابتسامة العزيزة الغالية يا سيدي، فهمني. ونشكركم ونشكر الإذاعة نتاعك، إذاعة الحياة. ربي فضلك. اللي أتاحت لنا الفرصة هذه، وبارك الله فيكم. سي خميس، كم أنفقت من العمر في خدمة المدرسة بصفة مباشرة؟ قرابة 40 سنة. 40 عام تصفيقة بربي سيدي. 38 بالتحديد، 38 سنة. 38 سنة. ثمانية وثلاثين عام في القاعة، في القسم، في مع التلمذات. يعني سي خميس، حدثناش على مسيرتك التربوية، فين انتقلت، فين انتدبت أول مرة، فين قريت؟ أول مرة انتدبت في المعهد الفني بالمحرس. في المحرس. في صفاقس. صفاقس. مدينة تبعت 30 كيلومتر على صفاقس.
اشتغلت مدة 10 سنوات في المحرس. في المحرس. أي؟ مدينة جميلة جدا. صح ليك. معهد ممتاز. معهد كان معهد كبير برشا. فيه أكثر من 100 أستاذ. إلى حد الآن ثم أصدقاء مازلت نتواصل معاهم وتم تلامذة اللي اتصلوا بي بعد سنوات. عم ناول برك تلميذ اتصل بي من الأردن. من الأردن قال لي راني راك قريتني في المحرس وراك استاذي وقعدت نتذكرك ومستحيل كان انساك. صدقني ما نجمش مالا. تحيه لكل صغيراتك اللي قروا عندك في المحرس. تحيه كبيره للاسره التربويه في المحرس. للاسره التربويه في المحرس واللي تلمذتي في المحرس ولكل الزملاء اللي قريت معاهم في المحرس. السي خميس احنا مش نستقبلوا المكالمات الهاتفيه، كنا اعلنا على استقبال المكالمات الهاتفيه بالنفي فقره قف للمعلم تكريما للاستاذ خميس الفالح. يبدو ان هناك هاتف او ناخذه في التليفون تراه وتتفاعل معنا. الو الو اهلا وسهلا. عسلامه عسلامه. مرحبا. شو احوالك؟ اي شو اسمك اختي؟ اي مدام سعيده شهيدي. سعيده الاستاذ. مدام سعيده شهيدي. اي مدام سعيده شهيدي استاذ لغه فرنسيه في الاعداديه النموذجيه بالقيروان. نشرفوا بك برشا. عايشك ربي فضلك وتلميذ سي خميس ربي فضله لنا. ما شاء الله. انت من ارسل نظن باقه الورده ليس كذلك؟ اي ابعث لنا بوكيه اقل دفلور. حاجه نجم نبعثه له. صحه مدام سعيده يعطيك الصحه مشكوره. هذه بوكيه دفلور. كل ورود الدنيا شويه عليك. باقه ورد مستمعينا الكرام هنا في الاستوديو مهدات من تلميذة الأمس أستاذة اليوم الأستاذة سعيدة الشهيبي لأستاذها الذي أنهى مساره المهني بكل شرف وتفان هو الأستاذ خميس الفالح. وهذه باقة الورد وبارك الله فيك وكلماتك كلها ورود. بارك الله فيك. عايزك ربي يفضلك لينا خميس. ربي يخليك. راهو قبل ما نبدا راهو يلزمنا نقولوا كونه سي خميس غني عن كل تعريف وعن كل اشاده. هو في الحقيقه اون فيغتي معناها للقراوه الكل وليزونسينيون الكل. خلى بصمه كبيره وهذه ما ينجم حتى انسان يشكك فيه. والله كيف نقول سي خميس انا نقول معناها لو سافوار فير نقول اناقه شديده في التعامل مع التلميذ. اي اناقه معناها اناقه في الحديث، اناقه في اسلوب التعامل، اناقه في كل شيء. طالما احترم الحرم المدرسي وأناقة شديدة فعلا في التعامل مع التلميذ. نعرف الناس الكل انه التعامل مع المراهقين مش حاجة سهلة. بورتون كان يتميز بمرونة كبيرة وسلاسة اكبر في التعامل. نعرف زيدا انه التلميذ كي يلقى روحه قدام استاذ شيفغوني وملم بادق تفاصيل العمل متاعو ما ينجم كان يحترمه. ربي فضله لينا وربي يطول في عمره. ربي حب كبير ونقاء كبير صدق عمل دؤوب. هذا هو سي خميس الفالح. يعطيك الصحه استاذه سعيده. الحقيقه اللي مو انا ما مونكي بالحق باش نوصفه. ربي فضل هو لنا ويطول في عمره. هذا مين يا رب؟ تفضل سم حبيت تقول حاجه. اوكي والله يعطيك الصحه يا مدام. وسي خميس انا واحده من الناس ما قريتش عنده اما نعرفه شخصيته ما شاء الله معناتها عنده روح ملائكيه معناتها يجلب الانتباه. فما بالك بتلامذه اللي يقعد قدامه ساعتين يقراوا تقنيه ولا يقابلوه كل يوم. ما شاء الله نحسدكم صراحه اللي قريتوا عنده سي خميس. وين يسعدني جدا ان يكون ضيف عنا اليوم في الحياه افام. وراه ما فماش حياه بلا معلم وما فماش حياه بلا استاذ. نحن نعيش حياه في حياتنا يوميا مع اساتذتنا مع تلاميذنا. سي خميس نعم. وزاره التربيه اللي توا فرطت فيك ما مش فرطت فيك انما انهت مسارك. ما قالوا لك كملت غلطه انت مازلت شباب. انت مازلت شباب مازلت فيك 10 سنين كاريه نتاع 10 سنين 20 سنه غريب. تبارك الله على اخويا. معناها العمر البيولوجي لو كان واحد يقدر العمر البيولوجي يقول لي معناها شاب في 30 سنه. تبارك الله على اخويا. ما نحبش على زملائي وديما مع مع الشبيبه اللي قريه وتوا وديما موجود وديما مازلت نتواصل معاهم. النصيحه ديما يقدمها ونشوفه يتواصل معاهم فيسبوكيا ويعطي رايه في اللي يصير في المؤسسات. تعمل رياضه سي خموس ولا
رياضة سبور ولا لا رياضي انا بطبيعتي اما أبو. اما بعد ولات لي عندي الليرني ديسكال مع ماش نجم ماش نجم ما العامل حميه غذائيه مريقله لاباس الحمد لله ولا خاطر تبارك الله على خويا ما تكيفش هذه اول حاجه هذيك اكبر حاجه هذه اول حاجه واهم حاجه ذاك علاش تبارك الله ربي يعطيك صحه وطول العمر وما شاء الله هاو بجنبك تلميذتك زاده بجنبك تلميذتي بالصدفه الاستاذه ميسه سويدان خذ حظك انا جيت مع تلامذتي لقيت سي حمايس من غير ما نشعر مشيت نجري سلمت عليه قلت تذكرتني مسيو قال لي خانتني شويه الذاكره فكرت في اسمي وقريت عنده في الحوصري كان استاذ رائع باتم معنى الكلمه كنا نحبوه باش انا كنت نتذكر نقرا في قسم نخبه قسمنا الكل ما نسميش شكون يجيب اقل من 18 سيز عند سي حمايس كنا نحبوها الماده نتاعو من كثر ما نحبوها هو كان الاب كان الاستاذ كان بورتون كيما قالت الاستاذه كان تكلم احنا كنا في سن مراهقه اما كان يعاملنا بلطف وكان عنده سلاسه ومرونه كنا نحبوه برشا ونحبوا الماده نتاعو نقبلوا عليها بكل فرح وبكل حب السويدان ما حبيت باش نعطوا لكل ذي حق حقه راهو سي خميس ما جاتكش بيخت ورد بركة جات خبزة قاطو قطعة مرطبة كبيرة بالشوكولاتة نحن نخليه للعيد جات جات للإذاعة هكا باش عنا أطفال جاونا من الخضرة تو نفرحوا بها من شوية سيدي نعطوهم القطاع وجماعة بعد الإفطار إن شاء الله جماعة الإذاعة وأنت تاخذ نصيبك يا خويا فهمني باش العائلة تذوق فهمني حابين الأستاذة سعيدة نقولها بارك الله فيك شكرا جزيلا بالحق أستاذة متميزة الاعتراف بالجميل فضيلة من فضائل الإنسان طبعا ويلزمنا نعترفوا بالجميل نعترفوا بالجميل للأرض اللي عشنا فيها نعترفوا بالجميل للمكان اللي تحركنا فيه نعترفوا بالجميل للناس اللي قدموا لنا الاباء الامهات الاخوه الاخوات الاجوار المعلمين والمعلمات وفي نهايه الامر نلخصوا هذا الكل في اعترافنا بالجميل للمولى عز وجل الذي انشانا واجرى حكمته في خلقنا اي خموس سي عبد المجيد انت مربي ومدام سندس كذلك مربيه وانا نحب نوجه رساله خاصة للأساتذة المبتدئين نعم. اللي مازالوا كيبشروا المهمة هذه مهم جدا والأولياء خاصة ربي فضلك راهو نحبوا نرجعوا ريت أنا التلميذة وقت اللي تعرضني اليوم أستاذة ويعرضني طبيب ويعرضني محامي ومهندس وتم شكون اللي كلمني من الأمم المتحدة من الأمم المتحدة سامي العبودي تلميذ درس عندي ومشيت السنوات وكلمني هو بالفيسبوك وقال لي راني نتمنى نجي نقعد معاك ونعمل قهوة لأني نعزك ونحترمك من قبل نحب تبقى العلاقة هذه ما بين المربي وما بين شو اسمه ما بين التلميذ علاقة هذيك العلاقة للدوم وعلاقة تبني عليها للأجيال المقبلة لأنه أنت التلميذ يحبك وراه باش يحب المادة نتاعك وإذا كان حب المادة نتاعك باش يبدع وباش يعمل حاجات اللي هي ممتازة وغدوة يكون هو بيده معناها أكل المعلم هذاك ولا كطبيب ولا كالإنسان راه مش يتعامل بإخلاق ومش يتعامل بمعاملة حسنة مع الأطراف الكل هذا اللي نتمناه إن شاء الله نبعده على كل العنف أنا اللي نشاهد فيه توا في السنوات الأخيرة بصراحة شيء يوجع القلب وقت اللي نشوف ولي يهين المعلم واللي يهين الأستاذ قدام ولده بالله يا كلوليد ذاك الصغير بعد شنو اللي راهو ينظر التلميذ ينظر للمعلم كقدوة قدامه أنا كنشوف اليوم الوليدات الصغيرين اللي جاوا اليوم مع معلمتهم وكيفاش عبروا على حبهم سهلته مدام سندس قالت له شكون تحب قال له معلمتي هذيك نحبها أكثر من روحي أكثر من روحي نعم. شوف هذه الباهي نعم. علاش نغرسوا في الصغيرات انه حب معناها الكراهيه والحاجات اللي مش باهيه ماذا بين الاولياء يتجنبوا الحاجات هذه ويعاونوا صغيرات سي خميس اللي البلاد والشعب اللي ما يكبرش المعلم ولا يجل المعلم ولا يقدر المعلم ولا يقف اجلالا للمعلم انا نقول لك هذا شعب نهايته خايبه هذا منذر بالخطر بيع. على خاطر المعلم هو اللي بنى تونس هو اللي ناظر وبنى تونس وما زال يبنيها الآن ويستظل هو بانيها يكذب عليك ما نجم حتى واحد يدعي
أنه هو المحرك الأساسي في عملية البناء. أقولك عليش بسيطة العملية ومنطقية جدا. المهندس خرج من عند المعلم، الطبيب خرج من عند المعلم، الطيار جي خرج من عند المعلم، الأستاذ خرج من عند المعلم، والأستاذ بيدو خرج من عند المعلم، والمعلم من عند المعلم. إذن المطلوب منا إحنا علاش نقول قف للمعلم يوفي التبجيلة. نحب مجتمعنا يستعيد تلك الخلة وتلك الفضيلة التي كان يجل فيها المعلم إجلال كبير. أحيانا حتى سلوك المعلم لا يناقش، ما يناقشش، كنقول معلم انتهى الأمر. المعلم في الشارع عنده تأثير كبير في الشارع، ناس تجل تبعد من نهج احتراما له، فهمني سيدي تعدى سيدي كذا يتبارك الله، هذا بحول الله يرجع ما ينقطعش الخير من أمة محمد. معنا مكالمة هاتفية. ألو ألو، صباح النور. أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا سي عبد المجيد. أستاذ عبد المجيد سيدي مرحبا، شكون معايا أخوي؟ معك فرج العميري، أستاذ عربية في معطار الحداد ببو حجر. يا سي فرج مرحبا. مرحبا بك يا سيدي، رمضانك مبروك إن شاء الله. أهلا متأخر يا أخوي، نورت يا سي فرج. مرحبا يا عيش، بارك الله فيك. يعيشك. هو سي خميس ربي يبارك له، ربي يعطيه الصحة والعافية، أعطانا فرصة ذهبية إن شاء الله. إن شاء الله أخوي، مرحبا بك ديما يا سي فرج. يا عايشك بارك الله فيك. هيا معك صاحبك صديقنا سي خموس، هذا ديما نعيط له خموس. خموس صباح النور. حتى أنا نادي خموس. هلا أخوي فرج. صباح النور أخوي، لاباس أمورك؟ لاباس الحمد لله. شنو الحمد لله يا عايش. هذه فرصة، فرصة بالنسبة إلي فرصة ذهبية أكيد، لأنه الأستاذ خميس الفالح عرفته منذ ما يقارب 20 سنة تقريبا، وكانت ساحة الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وقاعات الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان هي المكان اللي تعرفت فيه، اللي تعرفت فيه على الأستاذ والنقابي خميس الفالح. احنا أستاذ فرج اليوم فرحانين به بصفته التربوية إلى جانب الجانب المزيانة ذكر كلنا، أما نحب نشيخ معاها فك الذكر المزيانة كمربي كأستاذ كمدرسة كتلامذة كأولياء وعلاقتك به كزميلك، وربي فضلك يا سيدنا الغالي. هو بالنسبة لي أخ وصديق عزيز، تشرفت بمعرفته، هو أخويا العزيز، إنسان مثال في الجدية والانضباط واحترام زملائه، وليس أدل على ذلك من هذه المشاعر الفياضة التي يكنها له زملائه. هو كرم أكثر من مرة من قبل زملائه، من قبل تلامذته، وهذا دليل واضح وجلي على أنه أهل لهذا التكريم والتبجيل. احنا أستاذ سي فرج، نحن من منبر إذاعة الحياة فهم في هذا البرنامج في أطفال الحياة نبلغ كل زملائنا، يعني إذا ما كان هناك حفل تكريم في أي مؤسسة تربوية لأي مرب أنهى مساره المهني أو بأي مناسبة كانت، فإذاعة الحياة فهم مستعدة لتغطية هذه الأنشطة حتى نعيد عبق تلك العلاقات بين المربي ومحيطه، بين المربي وتلاميذه، بين المربي وأولياء تلاميذه، بين المربي والمكان، بين المربي وزميله. وبحول الله ما دمت يا سي فرج وما دام سي خميس وما دام أمثالكما، بحول الله نستعيد الفرحة ونستعيد ذاك العبق ونستعيد ذاك اللطف الجاري في العلاقات. هو سي عبد المجيد، هو راهو بالنسبه لي انت قلت ربما نركز على صفه الاستاذ والمربي، هي هذا لا يخفي ذاك، لانه الاستاذ والمربي هو ليس بمعزل عن المحيط الذي يعمل فيه. نعم. هو استاذ خميس الفالح كان مثالا و يدافع بشراسه عن المدرسه العموميه، يدافع بنبل عن ضرورة أن تكون المؤسسة التربوية العمومية منارة يمكن لأبناء الشعب البسيط أن يجدوا فيها فرصة التدريس على الأقل بأبسط الضروريات، لأنك أنت أدرى بظروف العمل في المؤسسات التربوية العمومية. وكان الأستاذ خميس الفالح من أكثر المدافعين عن عمومية المؤسسة التربوية لأبناء الشعب، هذا الشعب المفقر خاصة. شكرا جزيلا. ثم لا ينبغي أن نغفل عن جانبه الإنساني. الأستاذ خميس الفالح إنسان بما في الكلمة من معنى، هو رمز الصدق والوفاء،
هو إنسان يحب بصدق، يصادق بصدق، وهذه المشاعر وهذه الصفات النبيلة التي نفتقدها اليوم، بالإضافة طبعا إلى الصفات النبيلة اللي ينبغي أن يتمتع بها المربي من جدية وحسن أخلاق وحسن معاملة لأبنائنا التلاميذ، لأن حسن معاملة أبنائنا التلاميذ يدفع التلميذ إلى التعلق بالمؤسسة ويدفع التلميذ إلى الإبداع كما ذكر منذ قليل الأخ خميس الفيلة. طبعا أنا بقدر ما أعز وأجل الأخ والصديق خميس الفيلة، بقدر ما أدعو أبناءنا التلاميذ إلى الاقتداء به. شكرا جزيلا أستاذنا الجليل. قبل ما نعطي سي خميس كلمة الرد على كلام الجميل المزيان اللي قلته، أنت قلت إن شاء الله أنا أقول الخير لن ينقطع من المؤسسة التربوية من المربي. ما غادر سي خميس الفالح وما زال سي فرج العماري وما زال زملاؤنا يتداولون على مشعل البناء ومشعل العطاء ومشعل العلم ومشعل المعرفة. هم أصحابك وزملائك، تبارك الله يا خموس يا خوي، تلمتك توا زملائك، شو محليه الكلام المزيان. الحمد لله، الحمد لله. والله سعيد برشا، ومشوا معناها الآن برك معناها في الفترات السابقة الكل وين يعرضوني ونسمع صداء برشا زملاء اللي يشكروني، وثم حتى زملاء اللي ما يعرفونيش مباشرة، معناها ثم زملاء يتصلوا بي ويقولوا لي رانا راو صديق موجود في المعتمديات في المؤسسات، تعاملت معاهم بصدق، نتعامل بصدق مع الناس كل ما بالعكس، ونحبهم ونعزهم ونحاول نقدم لهم اللي نجم نقدمه، وهذايا كل راو سي عبد المجيد الكل العمل اللي يقوموا به راو لصالح المؤسسه التربيه كما قال الاخ فرج، لصالح التلميذ. احنا وقت نحكيوا على مدرسه عموميه، انا والله كي صغير نتذكر وقت ندخل المدرسه نتذكرها في الابتدائي، ورغم نقرا في مدرسه ريفيه، معناها نرجع في اكتوبر فين قريت؟ قريت مدرسه الجينات. جينات ولا مدرسه الجينات؟ تحيه لاهلنا في الجينات. قريت في مدرسه الجينات ومدرسه ريفيه، وانا ولد ريف بطبيعتي، ولكن وقت شرف ونشرف بها المدرسه هذيك في الجينات، عند ولد عمي توا باحث وعالم في هونغ كونغ من المدرسة هذيك، ومختص في الهندسة المائية، يتكرم في 2009 كأكبر باحث في العالم. يا ما شاء الله، أكبر باحث في العالم في على مستوى عالمي، راهو مش على مستوى لا عربي ولا افريقي. نعم، باش نخرجوا فاصل، نخرجوا فاصل غنائي ثم سنعود لنواصل معك الحديث وتستأنف ما ذكرت. الحياة كيدز، الحياة كيدز، طفل الحياة فام، طفل يقرأ، طفل يلعب، طفل يبدع، طفل قائد، طفل عالم. طفل الحياة فام هو ابن المدرسة التونسية، هو ابن المدرسة التي خرجت أجيالا وأجيالا، المدرسة التي رعاها المعلم وأنفق من عمره الكثير. نقف إجلالا للمعلم. طفل المعلم اليوم فقرة تستضيفه الأستاذ خميس الفالح. نواصل مع استقبال المكالمات الهاتفية في التفاعل مع تكريم أستاذنا الجليل الأستاذ خميس الفالح. سندس، ماذا تقول؟ نعم، حبيت نعقب على حديث سي فرج. هو راهو الإنسان الأستاذ يبدأ في حياته ومسيرته الحياتية إنسان، ثم يبدأ يكون تلميذ، يصبح أستاذ، ثم فوالي، ثم أستاذ، ثم يعني الخمسة المراحل هذوما في حياة الأستاذ، يعني تلقى للشق في الوسط أستاذ، وما بين ذاك وذاك في اليمين إنسان، ثم يعود إنسان، يبدأ إنسان ثم ينتهي إنسان. في مسيرته المهنية الأستاذ ما بين الإنسان والإنسان يبقى إنسان، والعلاقة ما بين الأستاذ وتلميذه كما تكونش مبنية على الإنسانية وعلى العاطفة وعلى المشاعر وعلى المحبة وعلى السياسة وعلى البشاشة وعلى التواصل الروحي وعلى التواصل الفكري والمعرفي، ما تكونش علاقة ناجحة. وأنا اللي التمست من خبرتي ممكن في 4 حصص معاكم نضيفوا المعلمين ونكرموهم في فقرتنا قفل المعلمي، محبة كبيرة نلقاها المعلم والأستاذ. أستاذ الشمس، خلينا نشوفوا خميس، حكينا على في بداية تجربته على المحرس، وبعد يا سيدي الرحلة كيفاش؟ وبعد بعد الحصري. حصري. حصري. أنا في معناها كم أنفقت من العمر في الحصري؟ الحصري 10
وبعد رجعت كملت فيه التقاع، مشيت الليسي لغالبة بعد 10 سنوات في الحصري. تنقلت المعهد لغالبة. قديش بقيت في اللغالبة؟ بقيت فيه 10 سنين. هذا ما 20 وبعد كملت الباقي في الحصري. 8 بتاع الحصري وال10 بتاع المحرس. انا حسبتهم لك 10 10 10 8. وبعد 8 في ربي يعطيك كل العمر والصحه. شكون تذكر من زملائك سي خميس؟ شكون جا في بالك من زملائك اللي بداوا معاك الرحله في البدايه، من البدايه الاولى؟ والله البدايه الاولى في المحرس مثلا، البدايه اسماء برشا، اسماء برشا. عندي فيصل الزواري صديق نعزه توا برشا، وإلى حد الآن مازلت باتصال معاه. وديجا أنا حبيت يتصل ويكون معنا، لكن هو عنده ظروف وما نجمش يتواصل معاه. برشا برشا زملاء وإلى حد الآن نتواصل معاه. يقول عاد توا مش تعمل عاد خموس توا طبعا يعني شنو معناها؟ كل مرحله، كل مرحله عندها استمتعوا بالحياه زي ما الشباب تواصل. استمتع ديما نواكب، ديما نواكب، ديما نتبع في شو اسمه شنو اللي صار في التعليم. طبعا ما شنو كعادتك، كالعاده ما تغير حتى شيء. شويه الاصدقاء وتلقى وقت لاصحابك وشويه فلاحه والريف وشويه فلاحه وشويه منا ما شاء الله. ولاباس بحول الله، لاباس. ربي يوفقهم وربي يوفق زملائي، ونتمنى لهم الزملاء اللي مازالوا كي داخلين جدد، ولا والله نتمنى لهم انه المؤسسه زي تتحسن خير من هيك، لاني توا بصراحه نشوف في المؤسسات التربويه شيء يحزن كبنيه، من ناحيه البنيه التحتيه، من ناحيه التجهيزات، من ناحيه العنف اللي قاعد يصير في مؤسساتنا التربويه. الانتراج بتاع المؤسسه التربويه فيه ياسر عنف، فيه ياسر عنف. راهو العنف مش موجه كالاستاذ برك، راهو ما هو سي خميس حديث كبير ربي يخليك. راهو الوظيفه التربويه زاده معناها مش مانيش نحمل المسؤوليه حد الطرف، ولكن نقول الوظيفه التربويه ضعف الاطراف المسؤولين على الوظيفه. الجيل هذا سي خميس هذه معناها نختبر الفكره في حضرتك، الجيل هذا اللي عندنا توا في الشارع اللي احنا نحتاجوا عليه في كذا، هو ولدنا خرج من اسرتنا سي خميس ولا وخرج من مدرستنا ولا لجينا من ارض اخرى من دوله اخرى ولدنا ولجينا من زمن اخر. اذا نقطه استفهام كبيره سي خميس، وهذه ممكن ربما تصير ندوات ومنابر حوار وبحوث اجتماعيه وبحوث نفسيه، يلزمنا نوصلوا للسبب. ما عرفش ثم تليفون ولا سي ثم تليفون. الو 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 ثم هاتف نشوفوا الهاتف. الو الو عسلامه عسلامه. لا شكون معانا؟ لا فوزية الشريقي. مرحبا أستاذة فوزية الشريقي. سي خميس الفارح نحتفي به اليوم في فقرة طفل المعلم، ومن خلاله نحيي كل المعلمين في تونس الجميلة الرائعة. تفضلي معك سي خميس. صباح الخير مدام. صباح الخير، مرحبا بك سي خميس. الله يخليك، يعيشك. شنو حوالك؟ الحمد لله لاباس. والله نقدم لك أكبر تحية واعتراف بالجميل للي قدمته انت لكل المؤسسه التربويه في يعني في كامل مسيرتك المهنيه. وسي خميس معناها ماهوش ما عندوش مسيره مهنيه كهو، عنده مسيره اخرى اللي هي العمل النقابي اللي تميز به في الفوزيه. نبقوا في المسيره المهنيه سي عبد المجيد. المسيره المهنيه هو طاغي عليه تعشيري، انا تعاشرنا في المجال هذاك ياسر ومازلنا وتوصلنا برشا مرات. ربي يخليك يا فوزيتي. سي خميس والله هو توا يعني استاذ بنتي زاده ما شاء الله، تحبه برشا وتشكر فيه ديما ومتعلقه به. وهو استاذ متميز اكيد، ويعني عنده معناها حب من الناس الكل، معناها هو يحب الناس الكل والناس كلها تحبه، يستحق كل التكريم، معناها اي تكريم وشويه فيه معناها. الله يخليك. ان شاء الله ربي يبارك له ويطول في عمره، وخاصة في وضع كيما هكا نحن نشوفه ونعيشه في وضع صعيب برشا، كيما كان يحكي هو مؤسسه تربويه بالحقيقه معناها تتهاوى وماهيش في يعني في الوضع اللي كانت فيه، معناها نشوفوا فيها تتراجع بالتوالي المؤسسة العمومية اليوم. إن شاء الله معناها أن تكون المؤسسة هذه تخرج أجيال يكون لها معناها مستقبل
لتونس ولل معناها للعائلات اللي تستنى في أولادها وفي نجاح أولادها. بالمناسبة هذه نقدم تحية لكل المربين على كامل تراب الوطن، خاصة يعني الأساتذة في القيروان، في كامل مدينة القيروان وأحوازها، وإن شاء الله الكل معناها يكونوا في صحة جيدة، وإن شاء الله الناس الكل معناها تغادر المهنة هذه، وهي الحقيقة معناها اللي يخرج، احنا اللي يخرج تقاعد وهو في صحة جيدة، معناها أنا فرحوله، معناها نتمناو انه نكونوا كيفه معناها. شكرا استاذة الغالية استاذة نبيلة، وان شاء الله ربي فضلك. حبينا احنا نشكروك، نشكروا فيك الكلمات الباقة العطرة من الكلام الجميل من العرفان منك للاستاذ خميس الفالح. وصلنا الى نهاية الفقرة سي خميس، اذا كلمة الختام. كلمة الختام نشكركم ونشكر إذاعة الحياة ونشكر السي عبد المجيد ومدام سندس، وبارك الله فيكم والإخوة اللي موجودين الحاضرين، الفريق التقني يعطيكم الصحة. وهذا العمل الصحيح اللي لازم يتعمل، وهذا الكل أنا فرحان برشا اللي ريت صغيرات بكري وهما معناها داخلين لهنا، تلميذ سنة أولى ابتدائي يجي ويعرض قصة ويشوف ويوري العمل نتاعه، هذيك ما تصورش قداش عندها قيمة في حياتك التلميذ هذاك ولأصحابه، مش يرجع هذاك التلميذ يرجع لأصحابه ويقول لهم الوضعية. حاجة أخرى في ختام الحلقة هذه، نترحم على زملائي الكل، أي الله يرحمهم، المربين الكل اللي توفوا الله يرحمهم، قدموا ياسر، خاصة المعلمين راهو اللي خدموا قبل والأساتذة اللي خدموا قبل في الأرياف، نعم، وتعبوا وضحى ومناه وعملوا مجهود كبير باش الدولة هذه تقوم. سي خميس وبناو وصل، كان المعلم يقري 35 ساعة نعرف، كان معلم يقري 35 ويمشي على ويركب على البغلة، نعم، ويمشي في المناطق اللي هي نائية برشا واللي هي بعيدة برشا، وقرى باش تونس ولات عندها إطارات في الميادين الكل، الحمد لله، في الفلاحة في الصحة في تحية إجلال. الله يخليك وبارك الله فيكم إن شاء الله بطول العمر، الله يخليك إن شاء لك الابتسام المزيانة وما تغادرناش ديما، الله يعزك. حيث حبيت فقط لحظة نوضح حاجة سي خميس، خاطر البرنامج موجه للأطفال وإحنا نحبوا نعطيو ديما المواجهة الإيجابية معناها، وحبينا الصغيرات هذاك علاش بعض المواضيع أخرى. عبد المجيد كلمة قبل، تفضل. أنت بكري قلت كلمة هامة برشا، تفضل، قلت لك الانتوراج اللي جاي ويقلق في المؤسسات التربوية يعمل في مشاكل، راهم حتى هذوكم أولادنا وراهم تلمذتنا، أما ما وقعش تأثيرهم. أنا وقت نخلي تلميذ ينقطع على التعليم مبكر، انقطاع مبكر، والتلميذ هذاك ما نأهلوش وما يلقاش نادي وما يلقاش توجيه، راوي يولي وتختطفوا معناه ثم ناس اصحاب السوء، وهذاك يرجع ما هو في الاخر يبقى ولدنا. ودعوه هذه للسلطات الجهويه وللسلطات المحليه باش اكل وليدات هذوكم ينقذوه، مؤسسات تأثر الناس، مؤسسات تأثرهم وتنقذهم، يعني نوادي أنشطة، يمشي تكوين مهني، يتعلم صنعة، يتعلم حاجة، ما يقعدش كيكا منا ونشوفوا توا المخدرات ونشوفوا المشاكل. نورتنا برشا، وبارك الله فيك، يعيشك، قبلة على جبين كل مربي. فاصل ثم نعود. الحياة كيدز، الحياة كيدز، طفل الحياة فام، طفل مبدع. في فقرة أنا أبدع اليوم عنا باقة من براعمنا الذين تميزوا في فن الموسيقى. أستاذة سندس قدمنا ضيوفنا اليوم. نعم، اليوم ضيوفنا الموسيقيين من العيار الثقيل. سعيدة جدا باش نستقبل التلاميذ الأخوين عبروق، غنياني على التعريف الحقيقة. الاسم واللقب خلي يعرفوها من الناس، أنا ما نعرفهمش. قدم روحك. سلام، اسمي احمد عبروك، نقرا سنه 9 اساسي، ماخذ زوج سنوات في كارتاج، ايام كارتاج الموسيقيه، ومهرجان العربي الموسيقي الصغير في تونس. بارك الله ما شاء الله. يعني مشاركات فرديه ولا في فرقه في مجموعه؟ لا فرديه. عزف فردي على آلة الكمان. الكمان وغناء. والغناء زيادة معنا مشغلين اليوم إن شاء الله. جو كبير يا تبارك الله ما شاء الله. ضيفك الثاني سيد سندس. أشرف عمرك 13 سنة، ويتي ماني نقرأ في اللافيسين، مشارك في مسابقات. شكرا.
شنو الآلة اللي تعزف عليها؟ دربوك الإيقاع. محمد. أسلم كل اسمي محمد. أرفع صوتك محمد، خذ الميكرو بعيد شوي. أي. اسمي محمد دعلول. نعم. بريمير أني ناصف لقيت الأكورديون. وعندي مشاركات مع مهرجان بحجر مرتين على بعضهم. مرة الأولى جيت فيها المركز الأول، مرة الثانية جيت المركز الثاني. بارك الله ما شاء الله، جو كبير ما شاء الله. أولاد المؤسسة التربوية عامة يعطيكم الصحة. شنو البرنامج اليوم حضروا لنا؟ حضروا لنا برشا غنى مزيان. تفضل. واختاروه على ذوقهم، واني عندي ثقة في ذوقهم صغيرة هذوما. أي. نجمو تبدا. شنو المقترح الأول سيدي؟ قلنا شنو؟ باش عنوا الهوجة زي الغرصة. أي. بعد يلا نبداو بزيد غرس ثم نستمر. هاي تفضل. تفضل. حلقة ذهب وحزام، وغيت رويجة حلقة ذهب ما تلوموني متعطرة والعطر فاح هويجة حلقة ذهب وحزام وتراه ويجة حلقة ذهب وحزام وتراه ويجة حلقة ذهب وحزام وتراه ويجة ودها ست الملاح خديجة حلقة ذهب وحزام. الله الله الله، تصفيق تصفيق أستاذة أمنا عليها مجرومة ما شاء الله ما شاء الله، يتبارك الله على وليدي. الفرقة رائعة. أنا أحمد حاسم شوية عاقلين برشا الأولاد، نعرفهم عاقلين ما شاء الله عليهم. مازال زمزم حاسم، ما تحسمش ولدي، غني براحتك وكأنك أمام جمهور مسرح طرطاج، فهمنا سيدي؟ هو مسرح مدينة الثقافة بحاله، بديت فيه التتويجة. مدينة الثقافة. مدينة الثقافة، مسرح كبير. وتوجو سيد الوزير محمد زين عبدين. ما شاء الله. اي. اي النميرو الثاني تفضلوا لأولادك. تفضل. اي اشهر. عزيز قلبك مصابني. عزيز قلبك مصابني. العزيز قلبك مصابني. شوف جرير ومنابي. العزيز قلبك مصابني. عزيز قلبك مصابني. عزيز قلبك مصابني. العزيز قلبك مصابني. وقعدت ندور من دار لدار لحتى واحد ما جاوبني. العزيز قلبك ما صابني. عزيز قلبك ما صابني. عزيز قلبك ما صابني. العزيز قلبك ما صابني. شوف جرير ومنابني. العزيز قلبك ما صابني. بارك الله بارك الله ما شاء الله، روعة 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 والله، يا شيء ممتاز جدا. نحب انا نحب نسلم استاذ سندس واحد واحد، نحب نسلكم ثم انشطه فين تقدموا اعمالكم. انتم تقراوا في كونسيرفاتوار متفاهمين، لكن في ثم حفلات مدرسيه تقدموا فيها الاعمال هذه، يعني المنتج الفني نتاعكم هذا
أبار إلى جانب المهرجانات الوطنية شاركتوا فيها، إنه المجالات اللي أتيحت لكم الفرصة فيها باش تقدموا الإبداعات هذه؟ والله فما برشا حفلات قدمنا فيها، حفلات أبار حفلات آخر العام هذيك متاع أوسيرفاتوار، فما حفلات مدرسية، حفلات ثقافية في دار الثقافة. دار الثقافة ماله دار الثقافة ما في تونس العاصمة، في دار الثقافة زاد برشا إيزيفينمون معناها نقدموا فيهم، وبخلاف برشا حوايج زاد. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. وديما بعضكم أنتم الثلاثة؟ إي معنا عندنا ديما بعضنا الثلاثة. أما أنتم ديما تمثلوا تقريبا، هذاك علاش متناغمين ومتفاعلين تبارك الله. يعطيك الصحة. تاريخ اليوم سي عبد المجيد، نحب نسألك 17 أبريل شنو يمثلك؟ أول جائزة أخذتها في حياتي، أول جائزة معناها انترناسيونال اللي هي؟ جائزة كارتاج، جائزة عالمية، أيام كارتاج الموسيقية 2017 والله بريني التروفي، ترى خلينا نشوفوهم الجائزة. وريها الجائزة، وريها للكاميرا. هذا تاع أيام كارتاج الموسيقية 2017. نزيد نوريكم تتويجات اخرين وتزيد تحكين عليهم يا احمد. مثلا هذه خذيتها في القيروان، احكي لي عليها. في ذيك في تونس، في تونس المهرجان العربي الصغير تاع تونس والمغرب والجزائر وليبيا والمغرب العربي. المغرب العربي ممتاز، صحيح. خذيتها بسيفتك الفرديه ولا مجموعه؟ فرديه. اليوم سيف فرديه، جوائز فرديه ذيك، تتويجات فرديه. وهذا شنو هذا؟ الثاني أيام كارتاج، هذاك الأول والآخر الثاني. أيام كارتاج الموسيقية 2017 وهذيك 2018. زوج جوائز متتاليات ورا بعضها، واحدة في واحدة في برونزية واحدة في الضي. بارك الله على ولدي ما شاء الله. وهذه في بوحجر. هذه في بوحجر عام قداه؟ قول المستمعين. 2019 16 و17 18 مارس 2019. ممتاز، يعطيك الصحة. ما شاء الله، هي القروان معروفة، مدينة الموسيقى، مدينة الفن، مدينة العلم، مدينة الأدب. مش تعطينا حاجة نختموا بها؟ إن شاء الله. تفضل. تفضل. أي تفضل. ما شاء الله، روعة روعة يعني. أوركستر أوركستر مزيان. إن شاء الله نزيدوا تحضرونا معاكم إذا كان ثم صوت غنائي، إذا كان ثم شخص يغني مختص في الغناء إلى جانب العازف، تنجم نكون معاكم ونكونوا حاضرين معنا في برامج أخرى، يعني أطفال الحياة، الحياة كيدز، وعنا برامج أخرى موصولة باش نبرزوا إبداعاتكم، ونحبوا نشجعوكم تشجيع كبير، تشجيع كبير كبير. علاش؟ على خاطر الفن هو من أرقى الأفعال البشرية، من يعني الحضارات تقاس بالفنون. يحبوا يعرفوا حضارة شنو مستوى الحضاري، يشوفوا الفن فين وصل فيها. حيثما كانت هناك فنون كان هناك تقدم، وكان هناك رقي، والعلم. وانتم تبركلة تلامذة، وأكيد رأي معادلاتكم مزيانة.
ما دام تمارسوا في الفن الراقي اكيد راكم منظمين وقتكم وراو ثم قرايه وثم اجتهاد ما شاء الله. تفضل. كل تحية المسيو علي دربي هو اللي قريب فينا من اللي نحن كنا صغار معناها عمرنا. تحية سي علي دربي وخوه سي حاتم دربي وكي سماع الكل عايل دربي الكل سي جاي عائلة موسيقية من غير ما تسمي المؤسسات الخاصة وكا ما تسمي ليش محمد تحبش تقولنا حاجة على النشاط متاعك في المعهد متاعك الموسيقي؟ اي محمد هنا داخل في جروب اسمه عالي صوتك شوية محمد. هنا داخل في جروب اسمه تونيزا 88 و انا معهد تونيزا 88 88 معناها اي 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 في معهد دار الامان. ايه معهدك المعهد المزيان بارك الله. تحيه للاسره التربويه في معهد دار الامان. شو عملتوا انشطه مؤخرا؟ عملنا شاركنا في حاجه كل جروب تنزل في كل ولايه. ايه عمل مقطع غناء هو متلحينه متلحين الجروب هذاك. نحن في الجروب هذا بالله سامحني محمد في الليسيه. اي في الليسيه. ايه اخويا مرحبا بهم ونستدعاهم المره الجايه اللي كان عندكم فريق ممتاز. عملتوش حفل مدرسي في دار الامان؟ عملنا. كنت نأكدوا على السي رياض الرمضاني السيد المدير ومن خلال التحيه للليسي الكل باش يكون حفل مدرسي ختامي كبير ما دام عندهم اوركسترا وعندهم فريق بارك الله عليك. كلمه الختام مش تحب تقولها محمد؟ نحب نشكر كما قال سي علي الدربي خاطر كموس هو رانا مانيش ربي فضله والعباد اللي شجعتني على الغرام هذا. والديك اكيد. اي والديك واصدقائك. اي اصدقائك اللي فان نتاعك انت تو نجم يا خويا. ان شاء الله نتحسن في المستقبل ويكون هدفنا اكبر وقت برشا. انا مش علي كلمه الختام سي نحب نشكر سي علي الدربي اللي امن فيا ومن الصغرى معناها يشارك لي في المسابقات ونحب نشكر العباد اللي عاونتني معناها في المجال هذايا وان شاء الله تحسنوا تحسن لي لاحسن كما نقولوا. شكرا جزيلا. احنا فرحانين بكم برشا. نحبكم تواصلوا في الفن تواصلوا في الممارسه الراقيه هذه ولكن ما تنساوش قرايتكم وتأثروا في المحيط نتاعكم التأثير الإيجابي على خاطر محيطنا اليوم مازال يحتاج للتأثير الإيجابي من الناس اللي باهين كيف كما انتوما في يعني باش ينقص العنف وباش يكون ثم اجتهاد. مستمعينا الكرام بلغنا نهاية هذه الحلقة من أطفال الحياة الحياة كيدز. تحياتي من هنا من استوديو إذاعة حياة فام مع الفريق التقني سيف الدين بولعريس أمن أبو خيت المكالمات الهاتفية أمنها أحمد الشفار أحمد خاطر اليوم سيف استثنائية أحمد خضر الياف أحمد الشفار. شكرا لي حمزة الديواني. شكرا جزيلا أستاذ سندس أسبوعي بارك الله فيك. محدثكم عبد المجيد فرحات من إذاعة الحياة إلى اللقاء في الأسبوع القادم. الحياة فام يقرأ يحلم يفكر يلعب ويبدع. الطفل الحياة فام هو القدوة غدوة خير أولادنا فخرة بلادنا. طفل الحياة فام